أهلا بكم. خصص الملك محمد السادس حيزا مهما من خطابه مساء الجمعة للحملات الإعلامية والحقوقية التي تعرض لها المغرب من طرف العديد من البلدان والهيئات بشكل متزامن، مؤكدا أن هذا التصعيد الخارجي مرده إلى الاستقرار الذي تتمتع به المملكة في ظل الأوضاع المضطربة التي تعرفها بلدان الجوار. وأورد العاهل المغربي ضمن الخطاب الموجه إلى المغاربة بمناسبة الذكرى 68 لثورة الملك والشعب أن أعداء الوحدة الترابية للمملكة ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة، ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا قويا ومؤثرا. وأشار العاهل المغربي إلى وجود تقارير تجاوزت كل الحدود، فبدل أن تدعو إلى دعم جهود المغرب في توازن بين دول المنطقة، قدمت توصيات بعرقلة مسيرته التنموية بدعوى أنها تخلق اختلالا بين البلدان المغاربية. وتابع قائلا: كما دبروا حملة واسعة لتشويه صورة مؤسساتنا الأمنية ومحاولات التأثير على قوتها وفعاليتها في الحفاظ على أمن واستقرار المغرب، إضافة إلى الدعم والتنسيق الذي تقوم به في محيطنا الإقليمي والدولي باعتراف عدد من الدول نفسها. وفي هذا الإطار قال رشيد الزرق أستاذ العلوم السياسية بجامعة بن طفيل بالقنيطرة إن الخطاب الملكي حمل دلالات واضحة على الصعيدين الداخلي والخارجي، لكنهما يصبان في اتجاه واحد، مفادها أن العملية الديمقراطية تطلع بأدوار محورية لمواجهة المؤامرات التي تحاك من الشرق والغرب. وأضاف الأستاذ الأزرق أن تقوية المؤسسات من شأنه أن يحد من المؤامرات التي ما زالت تنظر إلى المغرب بطريقة كلاسيكية، موردا أن جوهر التنمية يتمثل في الاستقرار السياسي الذي تمثله المؤسسة الأمنية التي واجهت العديد من حملات التشويه بالخارج. وشدد الباحث السياسي على أن بعض الجهات لا تريد مغربا قويا ومستقرا بمؤسسته الأمنية، بل تسعى إلى زعزعة استقراره عبر شن حملات دولية عليه بطرق مختلفة. ولم يعد الأمر يقتصر على المؤسسة الأمنية، بل يشمل كذلك بقية المؤسسات الوطنية. وبالنسبة إلى الرسائل التي حملها الخطاب الملكي إزاء الجزائر، قال الأستاذ الجامعي إن المغرب يحاول تفادي التصعيد، خاصة أن الجزائر ما زالت تردد شعارات أكل عليها الدهر وشرب، وهي شعارات سياسية لا تستجيب لتطلعات الدول المغاربية التي تريد إحقاق التنمية. المشاهدين، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.